مشاهدين اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من برنامج الحريف. النهارده معانا فقرتين مهمين جدا. هنبدا بالفقره الاولى، معانا الكابتن مصطفى جاد مدرب حراس المرمى بنادي الزمالك، والكابتن عبد الرحمن احمد ماهر لاعب نادي الزمالك مواليد 2005. هنناقش قضايا كتير جدا، واهمها قضيه الاستثمار الرياضي في هذه الفقره. الفقرة الثانية معانا أكاديمية ماجيك المشاركة في كأس الحريف، اثنين من نجوم الأكاديمية الكابتن عبد الحميد عاشور والكابتن أسامة حمدي. هنتكلم عن أكاديمية ماجيك وبداية أكاديمية ماجيك ونشأتها، وهنتكلم أيضا عن كأس الحريف اللي انطلق الأسبوع الماضي، وتغطية خاصة لكل الملاعب اللي اتلعب عليها يوم الجمعة والسبت اللي فاتوا. في البدايه وبدايه الفقره الاولى، خلوني ارحب بنجمنا الكبير الكابتن مصطفى جاد. منورنا كابتن. منور يا كابتن. اخبارك ايه كابتن؟ كل سنه وحضرتك طيب. والنجم الصاعد بقى، واحد من اهم اللعيبه داخل قطاع الناشئين بنادي الزمالك، عبد الرحمن احمد ماهر. ازيك عبد الرحمن؟ ازي حضرتك؟ ايه الاخبار؟ الحمد لله كله تمام. تمام الحمد لله. كابتن مصطفى بقى، خلينا نتكلم زي ما قلنا وزي ما نوهنا، هنتكلم في قضايا كتير، ولكن اهم القضايا قضيه الاستثمار الرياضي. لكن قبل ما نروح عن قضية الاستثمار الرياضي، بصفتك مدرب في العديد من الأندية المصرية وعلى رأسها نادي الزمالك، واحد من أكبر الأندية المصرية، وأنت مدرب في قطاعات البراعم بنادي الزمالك، عايزين برضو نعرف المشاهد حضرتك وانت بتشتغل مع الحراس المرمى الصغيرين في السن ده أو في سن البراعم، ازاي الأول بتختار حارس مرمى وازاي بتشتغل معاه بعد كده؟ أولا بشكرك ان انا كنت متواجد مع حضرتك في الحلقه ديت، شكرك جدا. حته اختيار اللعيب ديت لها عده معايير. اي مدرب لازم قبل اي حاجه لازم تكون عندك ضمير، خصوصا ان انا شغال في كيان كبير، نادي كبير مثل الزمالك، في ضغوط بتبقى قويه عليك من بعض الناس، اولى امور، اي شؤون خارجيه حاجه كده، فانت طبعا لازم تكون بتراعي ربنا وتراعي ضميرك في اختيار الولد، لان اي ولد دلوقتي عنده التلت او عنده الموهبه دي بتبقى حاجه نعمل عند ربنا، ودي بتسهل المأموريه عليك كمدرب انك تقدر تشتغل معاه. فالموهبه هي رقم واحد قبل اي حاجه. اول ما بتبص على الموهبه. اه. هل بيبقى في حارس موهوب وحارس مصنوع؟ يعني حارس ما عندوش موهبه تقدر تشتغل معاه؟ حته مصنوع ديت خلاص دي انتهت، لان دلوقتي حارس المرمى يتقال عليه دلوقتي بصفه علميه لاعب مرمى. حارس المرمى دلوقتي لازم يكون بيقدر يلعب برجليه كويس، يلعب بدر كويس، يقدر يستلم الكره كويس. وده اللي شفناه في الدورات الاوروبيه، وده اللي ابتدى بيه وطور حراسه المرمى وتكنيك حراسه المرمى في العالم نوير، حارس مرمى المانيا طبعا. كان بيقدر يلعب برجليه كويس، ودي بتسهل المأموريه في حته طرق اللعبه الجديده او الحديثه في بناء الهجمه من تحت والكلام ده كله. عبد الرحمن يعني برضه لاعب من اللعيبه المهمه جدا في نادي الزمالك، ولاعب ليك مستقبل، يعني ان شاء الله مستقبل جيد في نادي الزمالك. كل المدربين بتوعك بيتكلموا عليك بشكل كويس جدا، سواء في الزمالك او قبل كده المقاولين، ولكن يعني برضه حابين نعرف بدايتك كانت امتى، واول حاجه رحت لعبت فيها كانت ايه؟ هي اول حاجه رحت لعبت فيها كانت اكاديميه صغيره كده، كانت اكاديميه بتاع الكابتن محمود الخطيب. دي كانت فين؟ دي كانت في 6 اكتوبر. 6 اكتوبر. وكانت بس دي اكاديميه كبيره، مش طبعا. دي من اكبر الاكاديميات في مصر، اكاديميه الكابتن خطيب طبعا. والحمد لله يعني اتاسست هناك، بعد كده رحت المقاولين، اتعلمت الكوره بقى هناك. بدايتك كانت في بدايتي اكاديميه الخطيب. كنت كام سنه وقتها؟ وقتها هناك يعني 11 سنه 10 سنين. تمام. بس بعد كده اتعلمت الحمد لله الكوره هناك. بقيت لاعب حلو والحمد لله. رحت المقاولين قعدت هناك سنتين. رحت المقاولين بقى عن طريق اختبارات ولا اول ما رحت قبلوك في المقاولين؟ لا، انا رحت عن طريق الاختبارات. دخلت الاختبارات الحمد لله واتقبلت ونزلت معاهم بس، وبدات العب معاهم سنتين في المقاولين، وبعد كده رحت السنه دي الزمالك. الحمد لله. في بدايه الموسم السنه دي في الزمالك ولا رحت بعد ما الموسم بدا؟ يعني مش ما كانش لسه بدا يعني، في قبل ما الموسم يبتدي كده. كان قبل بدايه الموسم. اه. برضه يعني لعبت في نادي كبير نادي المقاولين، ولعبت في نادي كبير نادي الزمالك. حسيت بفرق كبير ما بينهم؟ اكيد احس بفرق كبير، لان ده اسم وده اسم برضه. يعني والحمد لله هنا عجبت الناس وهنا عجبت الناس برضه. يعني طبعا انت يعني ناديين كبار، ده بيلعب في منطقه القاهره كابتن، وده بيلعب في منطقه الجيزه. انت شايف مسابقات الناشئين بتبقى عامله ازاي في المناطق؟ يعني انت برضو واحنا بنتكلم على المسابقات سواء في القاهره او في الجيزه، شايف مسابقات الناشئين في مصر
يعني بتحقق الهدف المرجو منها، ولا انت شايف في مشاكل او في سلبيات؟ اكيد اي منظومه لازم يبقى فيها سلبيات وايجابيات، بس انا شايف الايجابيات السنه دي او السيزون ده خصوصا في منطقه الجيزه عشان انا انتمي ليها وكده. انا شايف ان منطقه الجيزه قامت بدور قوي السنه دي، والمسابقات تقريبا بنسبه 99% نجحت يعني. قويه جدا فعلا. اه نجحت سواء تنظيميه او سواء تحكيميه كان بشكل محترم يعني. عكس السنين اللي يعني كان، لا عكس السنين اللي وبعد في تطور فعلا. ولا اضاف لها كمان حته الطيور المهاجره او الفرق اللي هي اللي دخلت الجديده زي مثلا مصر المقاصه وبيراميدز والاسماعيلي طبعا والجونه. دول اضافوا رونق، ادولها قوه. وحضرتك عارف ان في البراعم ما بتفرقش بقى مركز الشباب من النادي، كله واحد يعني. وده خلي بالك اللي احنا قلناه قبل كده هنا، قلنا وانا قلته في كذا قناه قبل كده، قلنا ان الانديه دي بتدي المسابقه قوه. يعني تخيل لما يكون عندك انت مسابقه فيها بيراميدز وفيها الاسماعيلي وفيها سموحه وفيها مصر المقاصه وفيها الجونه، بتدي المسابقه بتدي لها قوه وبتدي لها شكل مختلف، وبتضيف للمسابقه وبتضيف للاعبين احتكاك اكتر. وخصوصا كمان يا كابتن محمود ان بعض مراكز الشباب او الاكاديميات بدات تجتهد يعني تنطلق بصوره قويه ناحيه المسابقات دي وبشكل محترم. في اكاديميات عملت موسم كويس او مسابقات كويسه السنه دي، وفي انديه عملت موسم كويس، ودي ادت المسابقات قوه يعني. انت شايف المسابقات دي تقدر تطلع يعني تفرز لاعب قوي او لاعب كويس يعني من مسابقات البراعم؟ لا يا كابتن محمود، اللي انا شايفه مش كل المسابقات. ما زلنا برضك بنعاني في مصر في كرة القدم حتة الضمير. الضمير مشكلة كبيرة في كرة القدم المصرية وهتظل كتير. هذه طبعا. يعني في ناس ما بتراعيش ضميرها في اختيارات حتة طريقة اختياراتهم لعيبة. ورؤساء قطاع الناشئين يرجعوا ربنا في حتة اختيار اللعيبة. حتة المجاملات والحاجات دي كانت واضحة في بعض المسابقات في الجيزة يعني. مش عايز اذكر اسامي يعني. اكيد طبعا. عبد الرحمن، انت لعبت في دوري المقاولين، بيلعب دوري القاهره والزمالك بيلعب في دوري الجيزه، انت الاول مركزك ايه في الملعب؟ انا مركزي تحت الفروت. تحت الفروت. لما رحت المقاولين اكيد برضو استفدت حاجات هناك، اشتغلوا على حاجات معينه. ولما رحت الزمالك اكيد اشتغلوا على حاجات تانية. شايف انت استفدت ايه من هنا واستفدت ايه من هنا؟ انا استفدت من المقاولين ان انا يبقى عندي ثقه في نفسي اكتر، لان انا برضو كنت لسه صغير فما كنتش فاهم حاجه. برضو في المقاولين اتعلمت الثقه، اتعلمت ازاي ابقى العب في مركزي كويس، وازاي ابقى مالي مركزي وعارف انا هعمل ايه. وفي الزمالك برضو اتاكدت على الكلام ده وكده. بيعتمدوا شويه اكتر في المقاولين على القوه الجسمانيه واكتر من الزمالك شويه. بس وكمان في المقاولين الحمد لله يعني حاجه كويسه ان انا اثبتت نفسي هناك. طبعا انت يعني تروح من المقاولين للزمالك معنى كده انك قدمت مستوى طيب هناك في المقاولين. الحمد لله. نفسك توصل لايه او طموحك ايه مع الزمالك؟ طموحي ان انا ان شاء الله اوصل من ناحيه الزمالك ان انا العب في منتخب مصر وان انا احترف برضه ان شاء الله. ان شاء الله. اتفرجت على عبد الرحمن انت يا كابتن؟ اكيد. عبد الرحمن بيجيد في مركز 10 وبيجيد في حته الهاف رايت. امكانياته بصراحه سبرنتر كويس. بيستلم تحت ضغط كويس. تصويب على المرمى بشكل كويس جدا جدا. بيلعب بدماغه كويس ما شاء الله. ودي المميزات اللي قالت ان هو راح نادي الزمالك. حضرتك قلت معلومه ان نادي الزمالك بيعتمد على المهاره وكده. لا، اولا كره القدم مختلفه دلوقتي، بتعتمد على القوه والسرعه. قوه والسرعه. قوه والسرعه بشكل رهيب دلوقتي. بس معروف يعني الزمالك مدرسه الفن والهندسه من زمان. أكيد أكيد. يعني اللاعب اللي لمسته مهاريه واللاعب اللي عنده لمسه جماليه. بيشد رواج جامد الفتره الاخيره ديت. سياده المستشار قايم بدور قوي يعني الفتره اللي فاتت بالنسبه لقطاع الكوره في النادي يعني. تمام، بشكره يعني. لو رحنا بقى الملف مهم جدا، واعتبرك برضو وكيل لعيبه ومدير اعمال الكابتن سيد مرعي، وكيل اللعيبه المعروف المشهور. حقيقي البرنامج كابتن سيد مرعي طبعا الايمج رقم واحد في مصر. اكيد طبعا يعني. ليه في الفتره الاخيره عامل صفقات قويه جدا يعني. صاحب صفقه عبد الله السعيد، الصفقه اللي صفقه القرن كما اطلق عليها وقتها يعني. هي فعلا كانت صفقه القرن لانها غيرت حته اسعار لعيبه في مصر بسبب الموضوع ده. جدا يعني. جدا. لا هو غير اسعار لعيبه في مصر، هو صلاح محسن يعني. هو ده انا شايف عبد الله السعيد كان هو البدايه. كان عبد الله السعيد جه بعد صلاح محسن. عبد الله السعيد 40 مليون كان. 40 مليون على سنتين. وكان كاش بالظبط. كان اول لاعب ياخد 40 مليون جنيه مرة واحدة في شنطة. شايف الاستثمار الرياضي في مصر عامل ازاي؟
والانديه الاستثماري اللي طلعت كتير والفرق الاستثماري، شايف الموضوع ازاي؟ زي ما اتفقنا ان في حاجات فيها ايجابيات وفيها سلبيات. انا شايف ان الاستثمار الرياضي دوت فيه استثمار شرعي وغير شرعي. اللي هو غير شرعي ان هو في ناس واخده بعض الانديه وبتسيء لبعض الانديه ديت، في لعيبه اللي انت ما بيتقيدش ما بيطلعلوش كارنيه، كل ما هنالك ان هو راح التمرين وجيم التمرين. وفي منظومه ثانيه بتدير استثمار بشكل محترم. تمام. بشكل مختلف عن الاكاديميات بمعنى اصح، يعني ان الولد بيروح مكان كويس، التدريب كويس مع ناس مؤهلين مع اداره محترمه، بيطلع له الكارنيه بتاع اتحاد مصر كره قدم، بيلعب مسابقات. بالظبط. ما بينسحبش، ما بيحصلش مشاكل، الكلام ده كله دي شفناها نجاحات كتير. مش انا مع حضرتك في البرنامج يعني، فرع الاسماعيلي في القاهره بصراحه حضرتك تفوقتوا على نفسكم السنه دي، السيزون ده بالذات يعني، كون ان انت تلعب جيزه دي كانت بصراحه كانت مفاجاه بالنسبه لنا احنا كوكلاء لاعبين يعني قبل اي حاجه. بالظبط. وان تفنش بالشكل دوت والاجواء المحترمه اللي كانت موجوده دي، لا انا بحييكم كده. يعني سلبيات الاستثمار انت ذكرتها، ان اللعيبه ممكن ما تتقيدش، ممكن ما تلعبش دوري. بالظبط يا فندم. هو في ناس شغاله وكلاء لاعبين، معلش يعني مع احترام لاي حد ان كان، في اسامي كبيره وفي اسامي كده، بس في ناس بصراحه ما بتعملش ربنا. طيب برضو يعني اولياء امور هم الضحايا يعني. طبعا انت بقى لسه هقول لك، يعني تنصح ولي الامر بايه؟ انصح يعني لما انت دلوقتي بتشوف على الفيسبوك الاعلانات مغرقه الدنيا، النادي فلان يطلب لعيبه ونادي اعلان يطلب لعيبه، ولي الامر ممكن ما يكونش فاهم قوي، فاحنا برضو عايزين ننور ولي الامر. دي مشكله قائمه وموجوده فعلا، ودي قفه موجوده في الكره المصريه، والسبب فيها محمد صلاح. محمد صلاح يعني كابتن محمد صلاح طبعا هو فخر مصر وفخر عرب، وربنا يحميه وربنا يحفظه. الناس كلها مفكره ولادها محمد صلاح. اي واحد بيكتب على الفيس او على اي ميديا ان هو مثلا وكيل لاعبين وود لعيبه وفي نادي كذا واعلان كذا، ده بصراحه انا بعتبره ان حد يعني مش الامور مش بتدار بشكل محترم يعني. ولي الامر يدور على المكان المحترم، يروح بابنه مره واثنين ويشوف الاجواء ايه، هل الاجواء مختلفه عن الاكاديميات ولا لا؟ هل المنظومه اللي موجوده في المنظومه اهل ثقه ولا لا؟ طريقه التدريب الناس بتشتغل ازاي؟ لان الولد دوت قبل اي حاجه امانه. طبعا الولد قبل اي حاجه امانه، في ناس بقى ما بتراعيش الامانه ديت يعني. فالامور في بعض الانديه في مصر موجوده لحد دلوقتي، وفي ناس موجوده بتدير الكره بشكل مش محترم. وسلبيات كتير، والناس في ولي امر بيكرر عليه المشهد مره واثنين وثلاثه وهو مصر. ليه؟ لان هو كل طموح حياته او كل حلمه ان هو يشوف ابنه بيلعب كوره. بالزبط. بس ابنه بقى بيلعب تقسيمه، بيلعب ماتش مثلا مع سين كان بقى فرق اكس، تلاجه، الغساله، اي نادي وخلاص، مش هذكر اسامي. فكل همه ان ابنه يلعب كوره وخلاص. من هنا المشكله. لكن ما بيسالش ابنه، ما بيروحش بقى يشوف التمرين بيدور بشكل ازاي، الناس اللي واخده المنظومه دي بتراعي ربنا ولا لا. في انديه ولاد بيروح بيدفع حق الباص يا كابتن محمود. فعلا. وهات حق الكارنيه، وهات حق مش عارف ايه، والاكاديمي والمدرب عاوز يعمل برايفت من بره المجموعه، من بره القطاع، ودي مشكله موجوده في بعض الانديه. وانديه كبيره كان عندي دور ممتاز، مش انديه بتاع. انت لما بيجي لك ولي امر بتتعامل معاه ازاي؟ يعني لما بيجي لك ولي امر يقول لك انا عايز يا كابتن مصطفى ابني يروح نادي، بتتعامل ازاي مع ولي الامر ومع النادي؟ قبل اي حاجه يا كابتن محمود لازم اشوف الولد. قبل اي حاجه. ممكن ولد حصلت معايا كتير في انديه كبيره، في انديه كبيره بتدير حته استثمار بشكل محترم وكل حاجه، ولي الامر عاوز ابنه يروح وخلاص. انا في ولد مش هذكر اسمه، ولد 2000 كنت رايح بيه نادي كبير موجود في القاهره، مش نادي دوري ممتاز، ورحت بيه والولد نزل التمرين وكان دافع الفلوس وكل حاجه، لقيت الولد ملوش دعوه بالكوره يعني، معنى صح بيجري من الحريقه. فقلت لوالده معلش ابنك بعيد كل البعد عن كره القدم، انت ازاي؟ قال لي ده مدربين اكاديميه مش عارف في محافظه ايه وهم اللي قالوا لي. قلت له يا حاج والله عاوز نصيحه، ابنك ما رغم انها كل لعيب اللي ان انا اخد فلوس واستفاد جانب المادي، ان انا سبت شغلي ورحت ورا او الكلام ده كله، بس هي امانه قبل اي حاجه. من هنا انت بتنجح كوكيل لاعبين فيما بعد. انت انا وديت لعيبه كتير بتلعب في انديه وبتلعب في انديه بشكل محترم، وفي لعيبه عندي بتلعب في منتخب الكابتن ربيع ياسين. فاكر حد منهم؟ كتير. عندي لعيبه كتير بتلعب في انديه محترمه، عندي الكابتن صابر سمير في المقاولين، عندي بتاع 6 لعيبه كويسين رغم ان فرقه 2000. الكابتن صابر سمير راجل محترم ومستثمر صح؟ بس 6 لعيبه فيهم 4 بيلعبوا اساسيين، وده في حد ذاته نجاح. طبعا. عندي لعيبه في فيرمز برضك ماشيين بشكل كويس. عندي لعيبه في المقاولين، في المقاولين في 2001 ماشيين بشكل كويس، وعندي حارس مرمى بيلعب في نادي النصر ماشي بشكل كويس، وعندي لعيبه كتير يعني في بعض الانديه. عبد الرحمن، مثلك الاعلى مين وانت بتلعب يعني تحت راسين الحربه في مصر وبره مصر؟ شايف مثلك الاعلى مين؟
بس الآلة في حتة ايه بالظبط يعني؟ شايف مين انت يعني أدائك بيشبه أدائه، ومين نفسك توصل للمستوى اللي هو وصل له؟ هو كله بيحلم ان هو يوصل لمستوى محمد صلاح. هو طبعا ما حدش يقدر ينكر اللي هو لاعب محترم أكيد طبعا. وحد كبير يعني وحلو يعني، بس انا شايف ان انا نفسي اعدي فوق يعني مستوى حد يعني، ابقى ما حدش زي، ما بقاش شبه حد. ما حدش وصل للمستوى اللي انت نفسي اوصل وصلت. للمستوى ده. خلي بالك يعني ده طموح طبعا، يعني انا بحييك عليه. محمد صلاح لما كان في المقاولين ما كانش حد يتوقع ان محمد صلاح هيوصل للي هو وصل له ده، ليفربول، طبعا ويكسر الدنيا اكيد. يعني. فانت برضو انت عندك طموح اللي انت تتخطى اللي وصل له محمد صلاح. انت شايف محمد صلاح يعني وصل لكده ازاي؟ هو سعى وتعب، وهو طالما تعب ربنا مش هيخذله ابدا طبعا. بتعمل انت كده يعني؟ انت ده اللي انا بتظبط. بحاول اعمله، مش هقول لحضرتك انا بعمل كده ولازم، انا بحاول اعمل كده، بحاول ابقى نصه دلوقتي الحمد لله طب يعني. وليه يعني مش بتعمل كده بنسبة 100%؟ هو انا بحاول ان انا اعمل كده، بس طبعا يعني ضغوطات برضو من الناس وكده يعني، طبعا لازم برضو ان انا ادي كل حاجة حقها. بتوفق ما بين النادي والدراسة، بتعرف توفق يعني ان انت ساكن في اكتوبر والنادي في المهندسين، نادي الزمالك في طوبة، بتقدر توفر بقى ما بين تدريباتك ودراستك والكلام ده؟ بحاول برضو انظم الوقت يعني، على 70% مثلا الوقت بيتنظم وكده. تمام كابتن. هنرجع بقى برضو تاني لموضوع الاستثمار، يعني اللي احنا بنتكلم عنه اللي هو موضوع الحلقة النهاردة. الفرق ما بين النادي الاستثماري والأكاديمية، يعني ايه الفرق من وجهة نظرك؟ فرق كبير طبعا. الأكاديمية، معظم الأكاديميات مع احترامي يعني لكل القائمين في أكاديميات في مصر، تلات أرباعها بتبقى أكاديميات تحت السلم، وزي ما قلت لحضرتك بتبقى الموضوع كله سبوبة باللوجيك أو المنطق اللي موجود. كل اللي هو فاتح أكاديمية كل همه إن هو يجمع جانب مادي. أما الجانب الاستثماري، واحد مثلا بياخد نادي أو بياخد منظومة محترم، هو اللي في إيده ينجح بعد ربنا، أو يختار الناس يفشل. الادوات اللي معاه هي اللي بتنجحه. في واحد ممكن يختار ادوات يحصل شيء من بالظبط الفشل او الكلام ده كله، بالظبط. وتجارب كتير والكلام ده كله، بس في تجارب كتير نجحت. طبعا. لكن الاكاديميات، مفترض ان اتحاد الكره يعيد وجهه نظره في موضوع الاكاديميات، ان دلوقتي معلش يعني انا محترم بعض الناس، انا ما اتعبش كمدرب واخد دورات والكلام ده كله، واجي ممكن واحد ما لعبش كوره وبيدرب، فالامور فيها شكل مش طبيعي اكيد بصراحه يعني. اكيد فطبعا طبعا. ده اللي كلمت فيه الدكتور محمود سعد، وهو كان وعدنا طبعا، كنت واخد رؤساء افريقيه من قريب، ووعدنا ان هو هيعيد النظر في موضوع الاكاديميات الموجوده في مصر. هم عملوا كده، بس مش يعني الاكاديميات مش هيقدروا يعملوا عليها كنترول بشكل كامل، لان هو دلوقتي عملوا قانون ترخيص الاكاديميات، ولازم الاكاديميه تبقى مرخصه ولازم تروح تدفع مبلغ. طيب الاكاديميات اللي مش مرخصه هيعمل معاها ايه؟ هو طلع قرار او الوزاره يتخذ طلعت قرار اجراء قانوني حتى من وزاره المراكز الشباب اللي بتاجر للناس ديت اتمنع، يعني هو دلوقتي بنسبه كبيره اتمنع مراكز الشباب، بس انت دلوقتي الملاعب الخماسي ماليه مصر كلها. دي القفل، دي مشكله. ملاعب الخماسي دي في مصر دي مشكله برضك، هي الملاعب دي برضو يعني متنفس برضو جديد متنفس للشباب وكل حاجه، بس الملاعب اللي هي الصناعه دي بصراحه من ساعه ما دخلت مصر احنا برضو عايزين جابت خش. يعني يعني احنا عايزين نعالج الموضوع ده بشكل احترافي شويه، يعني وكل حاجه زي ما انت قلت في البدايه لها ما لها وعليها ما عليها. أكيد طبعا، فالملاعب الخماسي برضو اضافت لممارسه الرياضه على الاقل. هي متنافسة زي ما حضرتك قلت في البداية. الاكاديميات اضافت برضو، انا لو عندي ابني حتى لو مش بيلعب كوره بس ممكن اخليه يمارس، ولكن احنا عايزين يبقى الاختيار بقى يا كابتن محمود، يتقنن، يبقى ليها شروط الاختيار، ما وضوابط أنت ممكن معينه. توديها أكاديمية. انا يعني انا بس معلش، في اكاديميه اللي بعدنا اكاديميه ماجيك اللي هتخش للفقره اللي دي بعدنا على أكاديمية طول. محترمة، اكاديميه محترمه جدا، ناس مؤهلة. وكابتن اسامه معاهم مدير فني، والكابتن عبد الحميد عاشور مخطط احمال. بص يا كابتن محمود، انت قلت ايه؟ مخطط ده احمال، اللي لفت يعني نظري. اذا في اكاديميات بالظبط ولا فيها مخطط احمال ولا فيها بالظبط. دكتور ولا مدرب ولا فيها حراس ولا مدرب اي حراس حاجه. ولا الكلام ده كله، فيها واحد بيدير كانه رايح بروجيك او مشروع بيدير لاولاده وخلاص، وخلاص. سبوب بس ومحدش عارف حاجه. وطرق التمرين طبعا شغل بعيد كل البعد عن كره القدم، والناس مش فاهمه حاجه، هو كل مشكلته ان يقول لك ايه، هبعد ابني عن القهوه او السجاير او الكلام ده كله، وده طبعا منظور غلط. فهي المشكله كلها عاوزه برضك حته توعيه من الاعلاميين المحترمين زي حضرتك، الفتره الجايه يبقى في ضغط بالنسبه للموضوع ده. عبد الرحمن، يعني بقى حابب تقول ايه، وحابب توجه كلمه لمين، وتتمنى ايه الفتره اللي جايه؟
حابب طبعا ان انا اشكر كل الناس اللي وقفت جنبي واللي ساعدتني واللي زقوني ان انا افكر في الحلم اكتر. احب طبعا اشكر كابتن مصطفى، واشكر طبعا كابتن مصطفى جاد. كابتن مصطفى جاد، واشكر طبعا اهلي كلهم، اشكر جدي واشكر بابايا طبعا، والدتي وكل اعمامي واخواتي، كل دول كانوا بيحمسوني ان انا افضل اركز في حلمي وكل حاجة. بس فكل دول الناس ليهم فضل عليا. طبعا احنا يعني احنا بنتمنى لك كل التوفيق، وان شاء الله ربنا يكرمك وتبقى من افضل اللعيبه ان شاء الله. في مصر يعني. كابتن مصطفى برضو حابب تقول ايه قبل ما نختم؟ والله يا كابتن محمود حابب اشكرك ان انا جيت هنا قبل اي حاجه، وبشكر ناس كتير بصراحه اثرت كتير في حياتي، بشكرهم جدا ان هم ساعدوني الفتره اللي فاتت ديت. يمكن انا اصعب شيء عليا في حياتي موجود دلوقتي ان انا مفتقد والدي، ده ربنا اكتر يرحمه حد ويغفر له. اثر فيا بصراحه يعني. والدي دلوقتي كده انا مفتقده بقالي 11 سنه، وكنت محتاجه جدا الفتره اللي فاتت دي. ده اكبر حد اثر فيا يعني. طبعا بشكر ناس كتير واقفه جنبي، بشكر الكابتن سيد مرعي. طبعا انا سعيد ان انا بنتمي ليه، هو اخ وصديق قبل اي حاجه، واضاف كتير ليا ووقف جنبي كتير، بشكره طبعا من البرنامج. وبشكر اخواتي وزوجتي، وبشكر عمي طبعا اخ والدي الحاج امين جده، بشكره جدا، وزوجته امي الحاجه صباح، بشكرهم جدا يعني. وبشكر طبعا الفتره الاخيره دي ربنا كرمني بشغل جديد وكده، فحابب اشكر اصدقائي في العمل الجديد يعني كلهم، المنظومه كلها من اول ايمن عتابي وضياء وخالد والمجموعه كلها يعني، بشكرهم جدا يعني، وكرم واسامه وكده. وبشكر كابتن رضا فاروق، ده اخويا وصاحب فضل عليا في كره القدم وفي حاجات كتير. وطبعا بقى ده هيزعل مني، حابب اشكره كابتن سيد صابر ابو تريكه، ده من الناس اللي ظلمت في كره القدم، وديني يا عم سيد قلت لك علينا قدام مصر كلها. انا بشكرك الفتره اللي فاتت، واتمنى ان ربنا يكرمك والفتره الجايه تسمع عنك كل خير يعني. انا بنشكرك يا كابتن مصطفى، نورتنا وشرفتنا، وكانت انا نسيت فقره يعني. نسيت اشكر الكابتن وليد مفتاح لا كده. طبعا كده كابتن وليد كابتن هيزعل وليد مننا مفتاح يعني، من الناس هيزعل المحترمه. مني، معلش انا اسف يعني. ابو عمر الغالي بشكره جدا يعني. لا احنا بنشكر الكابتن وليد من الناس المحترمه اللي ده شريك الكفاح يعني بصراحه، بصداقتها والناس المهذبه والناس الخلوقه جدا. شكرا جزيلا لحضرتك كابتن مصطفى، نورتنا وشرفتنا. شكرا كابتن ليك. عبد الرحمن نورتنا النهارده، وان شاء الله حضرتك من افضل اللعيبه في مصر وفي العالم كله ان شاء الله. ان شاء الله. انا بشكر كابتن مصطفى جاد والكابتن عبد الرحمن احمد ماهر. هنطلع نشوف اعلان لشركه العالي للشحن الدولي والاستيراد والتصدير، وبالمناسبه الشركه هي الراعي الرسمي لبرنامج الحريف والدوري الحريف، وكل مشتركين الاكاديميات المشتركه في دوري الحريف باللعيبه باولياء الامور بالمدربين بالاداريين لهم خصومات كبيره وخصومات معينه في حاله التعامل مع شركه العالي للشحن الدولي. وهنشوف تقرير بعد الاعلان، تقرير عن دوري الحريف الماتشات اللي اتلعبت الاسبوع اللي فات، ثم نستقبل اثنين من نجوم اكاديميه ماجيك. لو بتدور على شركة شحن كبيرة ومضمونة تشحن من خلالها كل اللي تحتاجه من مصر للسعودية ومن السعودية لمصر وباقي الدول العربية، يبقى أنت في المكان الصح. العالي جروب لخدمات الشحن الدولي والتخليص الجمركي والاستيراد والتصدير، شركة مصرية سعودية مسجلة لدى الحكومة المصرية والسعودية. ليه تختار العالي جروب؟ لأنها بتوفر لك أفضل خدمة، أسرع وقت، أقل تكلفة، أعلى درجة أمان. لأنها بتمتلك أسطول كامل من العربيات المجهزة في خدمتك، تمتلك مستودعات في مصر والسعودية لاستقبال شحناتك ومنتجاتك وتخزينها بأمان، خدمة تتبع شحنتك بالاس ام اس طول الوقت. العالي جروب للشحن الدولي والتخليص الجمركي هيساعدك تفتح أسواق جديدة لمنتجاتك داخل وخارج مصر. تواصل معنا عبر الأرقام التالية أو زوروا موقعنا الرسمي، وقريبا افتتاح فروعنا الجديدة في كافة أنحاء المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية. العالي للشحن الدولي بيقدم خدمة الشحن من الباب للباب في كل من مصر والسعودية. العالي جروب 20 عام من الخبرة تضمن بيهم نجاح أعمالك. العالي جروب أسطورة الشحن البري في مصر والسعودية.
لو بتدور على شركة شحن كبيرة ومضمونة تشحن من خلالها كل اللي تحتاجه من مصر للسعودية ومن السعودية لمصر وباقي الدول العربية، يبقى أنت في المكان الصح. العالي جروب لخدمات الشحن الدولي والتخليص الجمركي والاستيراد والتصدير، شركة مصرية سعودية مسجلة لدى الحكومة المصرية والسعودية. ليه تختار العالي جروب؟ لأنها بتوفر لك أفضل خدمة، أسرع وقت، أقل تكلفة، أعلى درجة أمان. لأنها بتمتلك أسطول كامل من العربيات المجهزة في خدمتك، تمتلك مستودعات في مصر والسعودية لاستقبال شحناتك ومنتجاتك وتخزينها بأمان، خدمة تتبع شحنتك بالاس ام اس طول الوقت. العالي جروب للشحن الدولي والتخليص الجمركي هيساعدك تفتح أسواق جديدة لمنتجاتك داخل وخارج مصر. تواصل معنا عبر الأرقام التالية أو زوروا موقعنا الرسمي، وقريبا افتتاح فروعنا الجديدة في كافة أنحاء المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية. العالي للشحن الدولي بيقدم خدمة الشحن من الباب للباب في كل من مصر والسعودية. العالي جروب 20 عام من الخبرة تضمن بيهم نجاح أعمالك. العالي جروب أسطورة الشحن البري في مصر والسعودية. لو بتدور على شركة شحن كبيرة ومضمونة تشحن من خلالها كل اللي تحتاجه من مصر للسعودية ومن السعودية لمصر وباقي الدول العربية، يبقى أنت في المكان الصح. العالي جروب لخدمات الشحن الدولي والتخليص الجمركي والاستيراد والتصدير، شركة مصرية سعودية مسجلة لدى الحكومة المصرية والسعودية. ليه تختار العالي جروب؟ لأنها بتوفر لك أفضل خدمة، أسرع وقت، أقل تكلفة، أعلى درجة أمان. لأنها بتمتلك أسطول كامل من العربيات المجهزة في خدمتك، تمتلك مستودعات في مصر والسعودية لاستقبال شحناتك ومنتجاتك وتخزينها بأمان، خدمة تتبع شحنتك بالاس ام اس طول الوقت. العالي جروب للشحن الدولي والتخليص الجمركي هيساعدك تفتح أسواق جديدة لمنتجاتك داخل وخارج مصر. تواصل معنا عبر الأرقام التالية أو زوروا موقعنا الرسمي، وقريبا افتتاح فروعنا الجديدة في كافة أنحاء المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية. العالي للشحن الدولي بيقدم خدمة الشحن من الباب للباب في كل من مصر والسعودية. العالي جروب 20 عام من الخبرة تضمن بيهم نجاح أعمالك. العالي جروب أسطورة الشحن البري في مصر والسعودية. أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في الفقرة الثانية من حلقتنا النهاردة. معانا اتنين من نجوم أكاديمية ماجيك اللي منورنا النهاردة، كابتن عبد الحميد عاشور مخطط الأحمال، منور عبد الحميد، والكابتن الكبير كابتن أسامة حمدي المدير الفني لأكاديمية ماجيك. أهلا وسهلا، الحمد لله في نعمة. أكاديمية ماجيك عاملة حالة في الوسط الرياضي وفي الأكاديميات، وأكاديمية في فترة بسيطة سمعت وليها اسم كبير جدا، يعني كلمنا عن الحالة دي وإزاي جت فكرة أكاديمية ماجيك. بسم الله الرحمن الرحيم، أولا أنا بشكر إدارة القناة وبرنامج الحريف إنه ادانا الفرصة ديت إن احنا نظهر ونعرف نفسنا للناس. تنورتونا النهاردة كده، ربنا يحفظك يا كوتش. الحمد لله، ده بفضل ربنا طبعا، أولا إن احنا في الفترة البسيطة دي قدرنا نسمع جامد جدا، وإن احنا يعني مش هقول نخطف الأضواء من أندية، لا مش الدرجة دي يعني، بس الحمد لله احنا مسمعين كويس جدا وشغلنا كويس جدا. احنا كنا مجموعة شباب مع بعض، أصحاب أصدقاء، وفينا طبعا كابتن عاشور وكابتن أحمد السيد، كابتن أمير، كابتن محمد عبد المهيمن، كل واحد ليه مجال معين في تخصصه. طب المشكلة يا جماعة ان احنا بالذات ان احنا ناس واخدين من الجيل القديم والجيل الجديد، يعني معصرين الاثنين، عصرنا الجيل القديم وجيد، واغلبنا لعب في أندية. طب ايه المشكلة يا جماعة ان احنا ننقل الخبرات اللي عندنا دي للناشئ الجديد اللي طالع؟ تمام، فابتدينا والحمد لله ربنا وفقنا. انت بالنسبه لك انت كابتن، بدايتك كانت ايه في الكوره، او انت من الناس اللي لعبت انديه؟ انا لعبت نادي المقاولين ونادي الطيران. المقاولين والطيران. تمام. ما كملتش في المقاولين والطيران لا لعبت شويه اجيال في يعني الطيران، كملت درجه اولى واتجهت للتدريب. اتجهت للتدريب بالظبط. بصراحه مجال واسع جدا مجال التدريب، بس التخصص اهم حاجه فيه. يعني التخصص، يعني انا ما ينفعش اجيب اللاعب واديله سرعات واديله بدني واديله كل حاجه وانا اساسا بتكلم في الفنيات بس، لا. خلي التخصص، خليك انت الفنيات، وخلي مخطط الاحمال في شغله، خلي مدرب حراس المرمى لشغله،
خلي كل حاجه، ما ينفعش انا ابقى كشكول اعمل كل حاجه بنفسي. فديت الحاجه نجحتنا فعلا جدا، لينا واحد متخصص سوشيال ميديا اداري، حاجه متخصصه خالص. مخطط احمال كابتن عاشور هيتكلم عليها طبعا. طبعا معانا كابتن محمد مدرب حراس مرمى على اعلى مستوى، معانا كابتن امير مدرب معايا، حاجه الحمد لله رب العالمين يعني، وربنا وفقنا ما دام احنا نوينا وان احنا قلنا هنعمل اكاديميه ومش ناويين نفشل ان شاء الله رب العالمين باذن الله، وربنا وفقنا الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد يعني. البدايه كانت امتى كابتن عبد الحميد؟ والله كنت شباب بشكركم طبعا ان انتم يعني اديتنا الفرصه ان احنا نيجي عندكم هنا، و يعني وناس تعرفنا طبعا من خلالكم. البدايه انا اقول لك البدايه كده بطريقه ممكن يعني اللي هو يعني الموضوع كله بدا حلم ان احنا عايزين نعمل اكاديميه رياضيه متكامله فيها كل الرياضات. ده حلم من ساعه لما انا كنت في تربيه رياضيه، وبعد ما اتخرجت يعني كلنا كنا عايزين، كنت انا وزمايلي عايزين نعمل يعني اكاديميه رياضيه طبعا كل واحد في تخصصه. حاولنا بس طبعا بقى ظروف الدنيا والناس يعني كل واحد ليه طموح، فما اجتمعناش يعني في النهايه نوصل نعمل اكاديميه. لغايه ما زي بيقول كده ايه اللي هو التقينا انا وكابتن اسامه وكابتن احمد وكابتن امير، اللي هو يعني اللي هو زي بيقول حلمنا التقى مع بعض ان احنا نعمل حاجه. يعني اللي هو نبدا اكاديميه نعمل فيها كل التخصصات. الحمد لله نجحنا في اكثر مجال، في السباحه الحمد لله نجحنا في السباحه، ونجحنا الحمد لله في الكوره. كان طموحنا كان كبير قوي، طموحنا ان احنا نشتغل بروفيشنال قوي. مش نطلع نشتغل خالص، لا يعني بنحاول نحسن نفسنا، بنطور نفسنا من خلال كورسات، من خلال نطلع معايشه ممكن في انديه، في يعني بنطور نفسنا، بنشوف بنسال بنكلم صحابنا اللي هم عندهم خبرات قبلينا عشان نوصل لاحسن حاجه نقدر نقدمها للناس. بدانا من الحته دي وقلنا ان شاء الله ان احنا هنعمل حاجه نختلف عن الناس، اللي هو الناس بتقول اكاديميه كوره او اكاديميه ايا كان يعني اللي هي يعني الرياضه، هنجمع الناس وخلاص وهنديهم اي حاجه. لا زي ما قال كابتن اسامه، التخصص ده مهم قوي، وده مع الاسف يعني في بعض الانشطه في مصر مفتقدينه اللي هو التخصص. لا ممكن زي يعني ممكن واحد بيبتكر ما فيش مشكله، الابتكار كويس جدا، لكن لا تخصص يعني خليك بتحاول يعني اللي هو تنقل خبراتك توصل للعيب حاجه معينه. الحمد لله في الكوره يعني كنا بادئين بدايه كويسه، فكرنا بعد فتره قليله ان احنا نخش في دوري، دخلنا في دوري الحمد لله ماشيين فيه كويس جدا، جالنا مجموعه لعيبه لسه يعني انتوا ما كملتوش سنه تقريبا يا كابتن. لا خالص، لا يا الحمد لله، لا هو يعني بالظبط انا يعني بقى لنا 9 شهور تقريبا، تسع شهور الحمد لله. زي ما طبعا حضرتك بتقول، حضرتك بتقول ان احنا سمعنا شويتين ثلاثه، مش هقول يعني زي ما كنت بتقول ان احنا خطفنا، لا بس بنحاول نظهر بشكل اللي هو يتناسب مع ما كل يعني كل اللي هو يعني اللي حوالينا، اللي هو عايزين نقدم كل ما هو احسن. جات لنا لعيبه كويسه جدا، لعيبه هايله، في لعيبه محتاجه حاجات تحسين، حاجات طبعا كل واحد في حتته بيحاول يعني كان في فنيات بنحاول نأدي، كان في جزء بتاعي بحاول في التخطيط او في الاحمال بحاول ان انا اظبط الدنيا. حاولنا ان احنا نعمل حاجه جديده، ان احنا اللعيب اللي عندنا اكنه بيتعامل ان هو في نادي. تمام. مش في اكاديميه، بمعنى كل لعيب عندنا بيخش ليه فايل بتعمل له كشف طبي كامل، عشان يعني في لعيبه مثلا لا قدر الله بتحصل لها ممكن اصابات في الملاعب، اصابات في القلب، في الصدر او كلام ده، فاحنا طبعا بندخلهم تحت كشف طبي كامل عشان نضمن ان اللعيب يبقى كامل عندنا. فكده نبدا بقى ان احنا نتواصل مع ولي الامر طبعا، عشان في حاجات ساعات بتبقى في تجاوزات، بنقعد مع ولي الامر بنحاول نفهمه ايه حلمنا، وهو الحمد لله يعني بيكمل يعني معايا اكاديميه بمعنى شامل يعني. الحمد لله طبعا، الحمد لله طبعا يعني شامل بمعنى فائق يعني اللي هو يعني الحمد لله يعني بنحاول نوصل بكل الكرون معانا كله، باولياء الامور، بالمدربين، حتى لا ما شاء الله عليهم بيساعدونا ان هم بياخدوا مننا ويقولوا لبعضهم يعني ان هو يعني خلاص حلم عايزين نوصل له. وزي ما كان يعني طبعا قال كابتن اسامه ان هو حلم ما فيهوش ان شاء الله باذن الله فشل، بندوس على نفسنا في كل حاجه فيه عشان نوصل لاحسن حاجه باذن الله. كابتن اسامه حطيته طبعا اهداف اول ما بداته الاكاديميه، طبيعي بتعمل مشروع او بتبدا حاجه جديده فطبعا ليك اهداف. شايف انت في خلال التسع شهور او العشر شهور ايه الاهداف اللي انت كنت حاططها وايه اللي اتحقق منها وايه اللي بتسعى ان هو يتحقق في الفتره اللي جايه؟
خلينا اقول لحضرتك ان انا دايما الانسان بيحب يتطور دايما، انسان طماع. فانا طامع حتى لو انا وصلت لليفل عالي قوي انا عايز اعلى اعلى برضه اكتر من كده كتير. طبعا احنا وصلنا لمرحله انا الله اكبر ما كنتش متوقعها، عشان ما اكذبش عليك اقول لك انا كنت عارف ان انا هنبقى بالصيت دوت ويجي لنا سبونسرز كتير ويجي لنا ناس ويجي لنا، لا انا ما كنتش متوقع كده بصراحه. تمام. بس الله اكبر بسبب ان احنا كلنا قلبنا قلب بعض وشغالين فعلا ان احنا اظهر الاولاد اللي جايين لي دول عشان يبقوا احسن بكتير في احسن انديه. لقيت نفسي انا ناجح جدا وناجح بالناس اللي معايا، ووصلت لمرحله الحمد لله رب العالمين بشكر ربنا جدا عليها. وصلت الليفل عالي جدا انا ما كنتش متوقعه عن نفسي. طيب خلينا ناخد الكابتن احمد السيد المدير الاداري الاكاديميه. كابتن احمد اهلا بيك. كابتن احمد طيب عبال ما تيجي تاني المداخله يا كابتن، انت برضو طموحك هرم ايه؟ هرم مننا هرم. لا هيجي تاني لا عشان جه. طموحك ايه برضو الفتره الجايه؟ عايز توصل لفين تاني؟ يعني انت وصلت لمرحله بقيت مسمع، بقت الناس عارفاك. طيب كابتن احمد رجع لنا تاني. كابتن احمد. كابتن محمود ازي حضرتك؟ اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله كابتن محمود. يعني مفتقدينك، كنا يعني حابين انك تكون موجود معانا لكن لظروف خاصه بيك ما قدرتش تيجي. يعني الكابتن بتكلم مع الكابتن عبد الحميد والكابتن اسامه على اكاديميه ماجيك، وبرضه حابب اتكلم مع حضرتك شايف النظام الاداري والشكل الاداري للاكاديميه عامل ايه؟ والله في البدايه بوجه الشكر لحضرتك كابتن محمود ولاسره البرنامج. حضرتك راجل مجتهد وطموح وكل سنه وحضرتك طيب. الله يخليك. وربنا يكتب لك الصالح دايما يا رب. الله يخليك يا كابتن. بوجه تحياتي الاول بس للكابتن اسامه حبيبي سوري حمدي المدير الاكاديميه وكابتن احمد عاشور حبيبي يا مسيد. طبعا لازم برضو افتكر كابتن امير المدير الفني للاكاديميه وكابتن محمد عبد المهيمن المدرب حراس المرمى. اكيد. والله يا كابتن محمود احنا اكاديميه ما بقالناش تقريبا 8 9 شهور. والحمد لله اهم حاجه اللي احنا بنراعي ضميرنا في العمل مع الناس مع اولياء الامور ومع الاولاد. الفرق بين الاكاديميه بتاعتنا والاكاديميات الثانيه ان احنا عندنا تخصصات، عندنا مدرب احمال ومدرب لياقه بدنيه ودكتور واثنين مديرين فنيين واثنين حراس مرمى مدربين وفي مسؤول تسويق وفي مدير اداري. كل الناس لما بتشوف مجموعه العمل دي بتتمنى ان هي تخش معانا لان في اكاديميات بتبقى عشوائيه. اكيد. وموضوع الاداريات ده موضوع اللي انت بتنظم ورقك، بتنظم مباريات وديه، بتخش بطولات ودوريات فيها اسامي محترمه، فيها انديه محترمه. دي بتشجعك ان انت تنافس عليهم والولاد ينافسوا بطريقه كويسه. لما يلاقوا مثلا الاسماعيلي، الزمالك، الاهلي، الاسماء دي بتخلي انت عندك روح المنافسه. اكيد. والحمد لله والحمد لله احنا بنحمد ربنا على اللي احنا وصلنا له دلوقتي في وقت قليل وبشهاده جميع الكباتن وبشهاده جميع المنظمين الدورات اللي احنا فيها. يعني لا انتوا عاملين شغل محترم وفي كاس الحريف وفي بطوله الحريف يعني من اول اسابيع عاملين شغل محترم واضح البصمات بتاعتكم على الفرقه. بشكرك شكرا جزيلا كابتن احمد سيد المدير الاداري لاكاديميه ماجيك. كابتن عبد الحميد، فكره ان مخطط اول مخطط او من الاكاديميات القليله قوي ان يبقى فيها مخطط احمال، شايف دي برضو انعكست بشكل ايجابي ازاي؟ والله كوتش بص، يعني قصه مخطط احمال في اكاديميه، يعني اقول لك انا القصه ابتدت لان احنا اصلا زي ما قلت لحضرتك ان احنا بنتعامل ان احنا مش اكاديميه، لا احنا نادي. اي رياضه عامه، اي رياضه بتحتاج يعني ليها احمال، يعني احمال طبعا بتفرق مع اللعيب بالايجاب او بالسلب. وبالاخص في كره القدم في ناس ناسيه ان طبعا كل مركز ليه وظايفه وليه واجباته وليه حاجته وليه الكم يعني من الاحمال اللي المفروض ياخده عشان اللعيب يبقى مستعد ان هو يبقى للمنافسه. تمام. في فروق فرديه بين اللعيبه، ما ينفعش ادي احمال كلها واحده للعيبه. لا، في لعيب بيحتاج قوه، في لعيبه بتحتاج سرعات عشان المركز بتاعها. طبعا في حاجه مهمه جدا يعني طبعا اللي هي يعني بيسموه اوفر تريننج، اللي هو طبعا في احمال بتبقى زياده جدا في انديه بتدي او مؤسسات عامه يعني بتدي اوفر تريننج للعيبه بشكل يعني بيؤدي الى اصابات، بيؤدي الى حاجات يعني بتبقى سلبيه على اللعيب.
فطبعا بنحاول طبعا نحافظ على الكلام ده. في حاجه طبعا بننساها جدا اول مسابقه بننساها جدا والحمد لله احنا طبعا محافظين عليها جدا، الاستشفاء. الاستشفاء والرحاض ما بين التمرين يعني دي اهم حاجه. يعني انت ازاي تعرف لعيبك محتاج ايه، احمال ايه، هديله امتى ايه، يعني ويعني امتى في منافسه عنده، امتى تعمل له ازاي النظام بتاعه بتاع الخطه السنويه كابتن بتاعته، مش باليوم. يعني انا مش اللي هو يعني مش رايح التمرين عشان النهارده هدي كذا، لا طبعا خطه طويله المدى وفي خطه قصيره المدى. كابتن اسامه، اللعيبه اللي عندك برضو اللي مرشحه انك تقدر تسوق الفتره الجايه، انت شايف انديه الفتره الجايه؟ طب خليني اقول لحضرتك الاول ان انا طلع من عندي 2 لعيبه، زكريا يحيى بيلعب في الجونه، ربنا يوفقه ان شاء الله رب العالمين، وكذا لعيب انا ان شاء الله رب العالمين ان شاء الله عامل على تسويقهم ان شاء الله رب العالمين في انديه كبيره. يعني اتشافوا وناس كتيره شافتهم وسمعوا جامد معايا الحمد لله رب العالمين باذن الله. انا بتكلم دلوقتي ان في لعيبه جايه لي من انديه عايزه تلعب عندي. طب انت ما لقيتش ليه في النادي بتاعك؟ هو مش واخد حقه، فده دوري انا بقى ان انا اظهره، ادي له حقه يلعب ويبين نفسه. ممكن ما خدش فرصه كبيره في النادي اللي هو كان بيلعب فيه، فهو جاي يعني معظم اللعيبه اللي في الانديه الاكاديميات بالظبط كده. فجي انا بظهره جدا وبدي له حقه، حتى انا بستغرب ازاي اللعيب دوت مش في اكبر الانديه. فبظهره وبشترك في دوري زي دوري الحريف، في دوري تاني وتالت ورابع. فالولد بيظهر طبعا، بيجي المسؤولين، فدي حاجه بتفرحني انا. اكيد انا استثماري هنا ان هو يبقى طالع رايح النادي ده يقول انا بفضل الله ثم فضل اكاديميه ماجيك عليا انها ظهرتني وودتني النادي الفلاني. طبعا وده اللي يهمني في القصه كلها. طبعا مش قصه استثمار خالص يعني. لا طبعا، ودي ده الهدف بتاع الاكاديميات. بتشتغل بقى يعني حضرتك قلت انك بتشتغل من لاعب مختلف ل يعني لاعب بيختلف معاه الشغل عن لاعب تاني بيختلف معاه الشغل. بين لعيب ولعيب. هل بتشتغل احمال مع البراعم برضو ولا بتشتغل بتبدا مرحله الناشئين؟ لا يعني عندنا البراعم عندنا فيها معاه مدرب خاص بيها شغال معاهم حاجات معينه لسنهم حسب كل مرحله ليها السن بتاعها. تمام. السن اللي هو بقى اللي فوق طبعا بقى اللي هي زي ما بيقولوا كده الاحمال بتختلف يعني من سن لسن، لكن الجزء اللي هو البراعم بتبقى ليها حاجات بسيطه خالص، بطيطه جدا خالص، وليها مدرب مختص للكيدز هو اصلا شغال معاهم، هو اصلا مختص في السن ده شغال معاهم، بيحافظ على ان هو مش عايزين نحرق اللعيبه، مش عايزين ندي اللعيبه حاجات ازيد من سنها عشان اللي هو عشان نفرح بره ولي الامر اللي هو لا يعني لا برافو لا ده في شغل لا ما ده جاي بالسلب على اللعيب. طبعا وفي حته مهمه جدا انا كنت عايز اتكلم فيها طبعا كابتن سامي طبعا فضل. كان بيتكلم فيها قصه اللي هي يعني اللي هو الاستثمار. الاستثمار عندنا يعني هو يعني كنت يعني كنا في احد المحاضرات فسمعت الدكتور بيقول في حاجه اسمها استثمار ايجابي واستثمار سلبي. اللي هو السلبي هو اللي هو المادي. لكن بالنسبه لنا الايجابي بالنسبه لنا ان احنا لعيبه عندنا بتطلع في انديه بتروح في انديه المستوى بتاعتك بتكبر بشكل ملموس بيه او بتطلع مواهب بتفرح بيها. في يوم من الايام هتلاقي لعيب بيلعب في اي انديه من القمه او في اي كلام يعني او اي يعني بره او يعني في درجه رابعه ثالثه في الممتاز حتى لا يعني اللي هو الوقت انبسط لما تلاقي لعيب بيقول لا انا في يوم من الايام كان في كابتن اسامه مرني كابتن امير يعني اللي هو يعني هتحس ان انت فخور باللعيب بتاعك، فخور باللعيب بتاعك ان هو في يوم من الايام كان وهو صغير بيلعب عندك. خلي بالك وده يعني ده الهدف الاساسي، يعني انت لما تطلع لاعب من عندك ده نجاح كبير جدا للانديه وللعيبه وللكوره في مصر. طبعا طبعا اكيد طبعا. عفوا يعني في عندنا لعيب كويس جدا وكنا في احد الدوريات ويعني هو ظهر يعني بشكل قوي جدا الحمد لله، لسه طالع من الملعب في احد الناس جه عليه بيتكلم معاه يعني بشكل اللي هو بيزغلل عينيه بالماده وهو لسه صغير مش فاهم اللي هو تحس ان هو تاه فبيدور على مين؟ بيدور على كابتن بيدور عليا طبعا عشان يستشيره فين انت فين يستشيره حقوني انت ف قلنا له لا يعني في وقت هتاخده اهدى شويه ما تستعجلش وكلمه طبعا كلنا طبعا متفقين عليها كلنا في الاكاديميه وطبعا كلمه معروفه جدا لكل مجتهد نصيب لكل مجتهد نصيب ونعرف ظهر بعض كلنا يعني أو كابتن اسامه كابتن احمد السيد كابتن محمد ابو كابتن امير كلنا واقفين في ظهر بعض
يعني ما يعني حاجه من الحاجات اللي بتضحك يعني مثلا ساعات مثلا تلاقي مثلا كابتن احمد السيد كان مثلا في الفجر بقول لك في فكره كذا 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 رايك فيها اللي هو يعني في شويه نشاط فربنا يعني شويه يحميه ويحمي الناس كلها اللي معانا ان شاء الله باذن الله. كابتن اسامه بقى يعني اخيرا كده عايز نفسك الاكاديميه توصل لفين وتروح فين وحابب تقول ايه واحنا والله نفس الاكاديميه تبقى نادي ده طموح وحلم لينا كلنا ان شاء الله رب العالمين بنسعى ليه. واللي عجبني ان يعني احد اللعيبه عندي جه في لقاء ليه بعد دوري لقيته التلفزيون بيعمل معاه اللقاء لقيته بيقول انه مش بيفكر انه يروح نادي ده هو بيفكر انه يكمل مع الاكاديميه عندي وانه يتبقى نادي يعني هو اللي بيفكر في كده. يعني تخيل ان احنا طموحنا وصل له وحلمنا وصل له بقى حلمه هو كمان فدي حاجه بصراحه يعني خلتني اعلى بحلمي وبطموحي جدا ان شاء الله رب العالمين تتحول لنادي باذن الله ان شاء الله رب العالمين يعني. باذن الله. كابتن حب حميد حابب تقول ايه قبل ما نختم؟ والله بص هقول لك حاجه مهمه جدا بالنسبه لي انا طبعا بشكر طبعا كل الكاست اللي عمل معايا بشكر كل اللعيبه اللي عندي كلها اللعيبه اللي موجوده عندي واللعيبه اللي مش من عندي واللعيبه حتى اللي جت اختارها ما كانش ليها نصيب تبقى معانا بشكر وده بالاخص يعني اسره كل لعيب دعمت ابنها عشان يجي عندنا ووقفه في داره بشكر اسر طبعا اسر المدربين كلها طبعا تعبوا معانا جامد طبعا جدا احنا طبعا مش قاعدين في البيت تماما قاعدين على طول وحتى قعدتنا في البيت بيبقى قاعدين في حضن اللعيبه طبعا وقعدتنا في البيت بيبقى تفكيرنا نطور ايه في الاكاديميه بندور فطبعا ربنا يحميهم طبعا كلهم طبعا بشكر طبعا اداره القناه جدا جدا شرفتونا ونورتونا يا كابتن عبد الحميد عاشور يعني بشكركم جدا وبشكر حضرتك طبعا جدا على البرنامج وبشكر حضرتك طبعا على الدوري الجميل اللي احنا فيه بنستفاد يعني منه جدا سمع قبل كده وسمع على طول ان شاء الله ربنا يكرم واحنا لما دخلنا فيه كنا مستفيدين خير ولقينا سبحان الله فعلا يعني كل بيتقال عليه كله موجود السوشيال ميديا بدا لعيبه بكل حاجه ما شاء الله ان شاء الله تضاف لكاس الحريف ودوري الحريف كابتن عبد الحميد عاشور مخطط احمال اكاديميه ماجيك بشكرك شكرا جزيلا كابتن اسامه حمدي المدير شكراً الفني شكراً الاكاديميه شكراً, شكرا جزيلا شكرا جزيلا كابتن اسامه وانا بشكر حضراتكم على حلقه النهارده نعتذر ما قدرناش نعرض الجداول كان في مشكله في عرض الجداول هسيب حضراتكم مع تقرير من الماتشات اللي اتلعبت وان شاء الله نلتقي الخميس المقبل في نفس الميعاد الساعه 8 مساء. والله احنا بنسمع عن بطولة الحريف بقالنا كتير وكنا نفسنا نشارك فقلنا من بداية السيزون قلنا ان احنا نشارك فشاركنا في الكاس. انطباعكم ايه عن اول لقاء واول يوم جيتوا فيه هنا الحريف؟ لا المكان رائع ومستوى التحكيم كويس جدا والتنظيم على مستوى عالي جدا ومكان يعني مشرف جدا جدا. والله احنا كنت سامع ان في دوري الحريف وكده فما كانش فيه نصيب ان انا اخش واشارك فاول ما عرفت موضوع الكاس شاركت في فرقه 2007 وان شاء الله يعني نكون مركز كويس في الكاس باذن الله. كنتوا بتلعبوا مين النهارده؟ كنا بنلعب فريق جلال سكول. النتيجه خلصت كام؟ خسرنا 1-0 والولاد بس كانوا مخضوضين اول ماتش وكده هي خضت بس الماتش انت عارف. ايه سببها الخضه حضرتك شايف سببها ايه؟ والله انا عامل لهم ماتشات كتير جدا عامل لهم ماتشات على ملعب كبير بس انا اتفاجئت بيهم النهارده في الملعب ان هم مخضوضين. والله انا اول حاجه قبل ما اتكلم في بطوله لازم اشكر طرفين مهمين للنجاح ده اولياء الامور والاولاد لازم اشكرهم جدا 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 على تعبهم ووقفتهم وصبرهم معايا واستحملوني كتير ادي واحد. اثنين منظومه محترمه على راسها كابتن محمود طبعا ومعانا كابتن نشت ومعانا كابتن سعيد ومعانا كابتن ميمي وحضرتك طبعا كابتن مجدي بامانه من الناس المحترمين انا فعلا بامانه طعم ولون وشكل واسلوب وكل حاجه السنه دي في الحريف غير اي سنه ثانيه انا بكلمك بامانه ودي شهاده لله. حضرتك دي مش الاطلاله الاولى دي الاطلاله الثانيه ان شاء الله احنا لعبنا قبل كده من سنتين وخدنا مركز ثالث فرقت برضو بفرقتين وان شاء الله السنه دي جايين وعندنا البطوله. والله العظيم بطوله كويسه ومنتظمين كويس وهايل حكام كويس على اعلى مستوى يوم رياضي جميل يعني. كان في مشاركات سابقه قبل من كده بس والله المره دي يعني المكان يعني اهدى من الاول بكتير والبطوله منظمه عن الاول برده
بنشارك برضو، بندي احتكاك للعيبة وبندهم ثقة وبندهم الروح الرياضية برضو، كسب الروح الرياضية. مش كل حاجة برضو كرة القدم، في حاجات تانية بتكتسب. ادي الولد الاحتكاك، ادي الولد الثقة، ادي الولد ان هو ياخد الامتثال لغلطة التحكيم. كل حاجة يعني. الولد هنا بنعلمه كل حاجة، مش بنعلمه كرة قدم بس. هو الحمد لله اول ماتش النهاردة كان مع النادي الاسماعيلي 2009، فرقة قوية كويسة. الحمد لله احنا مستعدين كويس من الدوري، لاعبين ماتشات كويسة. بدأنا ان شاء الله الحمد لله كسبانين 2-0 وباقي حوالي دقيقتين في الملعب، فان شاء الله بمكسب بامر الله. والله دور الحريف دي دوره يعني كويسه للاولاد، ان يبقى في احتكاك للاولاد وبياخدوا خبرات. فبقيمه العميد، والحمد لله السنه اللي فاتت خدنا مواليد 2005 دوري وتكاس، طلعنا المركز الثاني في النهائي، والسنه ان شاء الله اتمنى نعمل حاجه حلوه ان شاء الله. كميه الجلاء فيها مجموعه لعيبه يعني، ابشروا بخير باذن الله.